الله يحييكم ان شاء الله. بيك. ايش الله يبارك لنا. مونا يا سيدي. مونا. الله يعطيك العافيه. يعطيكم الخير ان شاء الله. يبارك فيكم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله. الله يعافيك. سلمك الله. هذه بطاطين. هذه مونا سكر وكل المواد الغذائيه. وين البطاطين كله؟ طبعا رديته. وهذه تمور كمان ما شاء الله. هذه هي بس ولا بيجي؟ لا بس لسه في سيارات جاية باذن الله. جاية لمدة كم هي الحملة؟ ثلاثة أيام باذن الله. ثلاثة أيام إن شاء الله. قرية صعبر وكلية والقضيبة. كم تبعد عن جدة؟ 80 كيلو. صعبر وكلية عن قرية؟ 135 كيلو. عن جدة؟ عن جدة. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. اسمك؟ عمر الجحدري. الجحدري. دكتور عمر الجحدري. أهل الديرة. الله يسلمك. سلمك الله. الله يقويكم. أهلا وسهلا. اسمك يا أخوي؟ عوض أحمد. والنعم. هذا شو هذا؟ الإمارات. إيش الموقع هذا؟ هذا جمعية تحفيظ القرآن. جمعية تحفيظ القرآن في كلية. في كلية. أستاذ عمر حصالح بهاميم. صناع السعادة. الله يعطيكم العافية. كل مكان. كل أماكن الخير تتواجدوا فيها. الله يبارك فيكم. تسلم الله. سلمك الله. الله يبارك فيك. أستاذ حسن بصفر، عرفنا على نفسك وعرفنا على حسن بصفر، مدير المشاركة المجتمعية بصحة جدة. اليوم احنا سعداء بهذه الحملة التطوعية مساعي الخير لأهل الخير لقرية كلية وصعبر. الحمد لله بتواجد الكادر الطبي أكثر من 400 شخص. احنا كنا طالبين 150 من الكادر الطبي. وصلوا 400. وصل الفضل من الله سبحانه وتعالى. شاهدوا العدد ما شاء الله. طلب 400 شخص من استشاريين. كلهم من صحة جدة. كلهم من صحة جدة الفضل من الله. وهذه الزيارة للقرى النائية لمتابعة حالتهم الصحية من الضغط والسكر والكشف عليهم. وأيضا بفضل من الله سبحانه وتعالى جانا دعم من رجال أعمال وعضو لجنة أصدقاء المرضى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجميع تقديم مساعدات للأسر المحتاجة من المرضى سمو غذائية. وأيضا الله يسلمك بطاطين أيضا تمور. كل محتاجون البصل الشتاء. كل محتاجونها من الأسر المحتاجة من مواد غذائية. شركة المهادب للخدمات المجتمعية لمساهمتها في هذه الحملة. ونشكر قائد صحة جدة الدكتور مشعل السيالي على تكرمه لإطلاق هذه الحملة. وإن شاء الله في حملة أخرى بعد شهر. هذه كم مدتها يا أستاذ؟ هذه ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. الثلاثة والربع والخميس. في حملة ثانية. في حملة ثانية إن شاء الله بعد شهر بتوجيهات مدير الشؤون الصحية إلى الليد والقرى اللي أضم بإذن الله. ومعنا الآن الدكتور أمير بادوخون مدير عام تعزيز الصحي والتثقيف الصحي. دكتورة. أيوة أهلين. أهلا وسهلا. أشكركم لوجودكم معنا اليوم. إحنا اليوم هنا في قرية كلية حنغطي كلية وصعبر وقضيمة بخلال ثلاثة أيام. حنقدم خدمات طبية واستشارات صحية وخدمات أيضا وقائية لسكان الحي. فبإذن الله بإذن الله إحنا ما شاء الله تبارك الله عندنا حوالي تقريبا 300 ما بين متطوع ومارس صحي لتغطية المهام اليوم بإذن الله. كم وصل العدد تقريبا؟ إحنا عندنا اللي حقدموا الخدمات اليوم حوالي 300 ما شاء الله. وبإذن الله بكرة حيزيد العدد. أنتوا أساسا كان النظام لكم 150 المشاركين؟ لا لا احنا لا لا. لا 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 احنا من الاول كان عندنا هدف يعني انه تقريبا حوالي 400 شخص يشارك معنا وتقريبا قربنا لهدفنا باذن الله. بكره حيزيد العدد. كم يوم هي؟ ثلاث ايام. في حملات اخرى طبعا طبعا حيكون عندنا احنا حملات اربطه وبعد كده توجهنا برضه لقريه القرى الموجوده في الليث والقرى ايضا الموجوده في اضم باذن الله. اللي هو عباره عن تقديم خدمات صحيه خدمات وقائيه تثقيف صحي وايضا وايضا حنقدم خدمات اجتماعيه ونفسيه. والشيء كمان الجميل اللي لسكان القريه انه احنا حنقدم لهم الهدايا والسلع الغذائيه. الله يسلمكم وشكرا لكم. يعطيك العافيه. شكرا.
مشارك برئيس جمعية المتقاعدين في محافظة جدة، مشارك اليوم معنا في حملة مساعي الخير لأهل الخير. نعم كلمة يا دكتور. أولا أنا إنسان عادي، جزاك الله خير باشمهندس بصفر. إحنا أتينا هنا أنا وزميلي محمد باهميم كمبادرين لتوزيع سلال الغلال على سكان الحي هنا المحتاجين، وإن شاء الله ربنا يعني ينصرنا ويعيننا على هذا العمل الكبير اللي بنقوم به، وربنا يوفقنا. ونشكر الدكتورة أميرة التي دعتنا للمساهمة في هذه المبادرة. شكرا لكم جميعا. الله يسلمك ويبارك فيك. شكرا لك. دائما مساعيكم الخير. الله يجزاك. أهل الخير في بلاد الخير. نعم. حميم الله يعطيكم العافية، جميعا متقاعدين ومجموعة صناع السعادة. أنت تمثل جمعية المتقاعدين وأنا أمثل معك صناع السعادة وأمثل معك جمعية المتقاعدين. وممثل كلنا وطن واحد. إن شاء الله. كلمة بهذا المنى. احنا مكملين لبعض على الفكره، يعني لو كله تطوعي. نعم. احنا بنخدم الناس اللي هم كبار السن والايتام، وان شاء الله يكون لنا اجر فيه يعني ان شاء الله باذن الله. وتغطيتك برضه جميله ترى مهندس رايد، والحقيقه انه احنا دائما نطلع دائما الى الاحسن دائما. واحنا الان في حمله مساعي الخير لاهل الخير. مساعي الخير لاهل الخير، فعلا كلامك صحيح. تستمر ان شاء الله. ان شاء الله على طول ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه. شكرا. الله يعافيك. دكتور أم كلثوم العليا، أبغاك أول شيء أعطينا عن مركزك والشلون صحيح، وأعطينا عن الحملة والوسام اللي سمعنا به. تفضل. أنا نائبة لإدارة التثقيف. نعم. الصحي والتعزيز الصحي بصحة جدة. نعم. وبالنسبة للحملة هذه تعتبر من المبادرات الخاصة بنا. نعم. طبعاً إحنا كنا منفذينها يمكن لنا فترة طويلة، إحنا بنشتغل فيها، بدأناها بالأربطة داخل مدينة جدة. أربطة. 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 كبار السن وهذا. أيوة الناس المحتاجة. نعم. نعم. طبعاً ولنا نشاطات مع الأيتام ومع ذوي الاحتياجات الخاصة بصفتي إني أخصائية اجتماعية. نعم. فلي يعني فعاليات كثيرة. مع مجموعات كثيرة في المدينة. مع مجموعات كثيرة. بالنسبة لهذه المبادرة تقريباً أول مرة إحنا ننزل فيها. وكانت بفكرة انطلقت من منطلق المبادرة الأمير خالد الفيصل، على أساس إنه إحنا بنقدم أعمال تطوعية لأكبر عدد ويكون عندنا أكبر عدد من المتطوعين. وطبعاً ما شاء الله حققنا تقريباً يمكن في حدود 2000 متطوع شاركوا معنا من مختلف الكليات والجامعات، وحتى المتقاعدين برضو شاركوا معنا ذوي احتياجات خاصة أيضاً. فما شاء الله يعني كان لها صدى كبير المبادرة. أيوه. بالنسبة للوسام، والوسام حدثي عنه. أنا سفيرة للنوايا الحسنة في جامعة الشعوب العربية، فطبعا هم جامعة الشعوب العربية حبت تشارك معنا، فجم من القاهرة الأستاذ عصام الشافعي اللي هو رئيس اللجنة، فجاء من القاهرة قال يبى يقدم دروع تكريم للناس اللي دعموا هذه الحملة، فإن شاء الله نكون متواجدين معنا. تكلم يا والحملات هذه تعقبها حملات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بمشيئة الله. الله يعطيك العافية ويبارك فيكم دكتور ويبارك جهودكم. الله يسلمك. دكتورة أميرة الآن احنا ننطلق، كلمينا. ايوه دحين احنا معظم الفرق خلاص انطلقت واتجهت للمنازل السكان للميدان. يمكن بقي تقريبا حوالي يمكن 5 أو 6 فرق. طبعا احنا لما نقول فرقه، الفرقه عباره عن 3 مجموعات، فيها طبيب وطبيب اسنان ومثقفين صحيين، فيها كمان اخصائيين اجتماعيين واخصائيين نفسيين. حيتجهوا الان للسكان وحيقيموا الوضع باذن الله، وحيرجعوا مره ثانيه على وقت الغداء، وحينطلقوا مره اخرى وحيرجعوا لنا حوالي الساعه 5 6. طيب يا دكتور، انطلقوا وراحوا شافوا اماكن تحتاج، يعني شافوا وضع ما كانوا يتوقعوه،
صحيح. هيكتب تقارير عليها اليوم الثاني حيصير طبعا طبعا احنا اخر الحمله حيكون هناك في مؤشرات، حيكون بعد المؤشرات في تقييم، بعد التقييم حيكون في توصيات حتقدم نعم. للجهات العليا. اي مشاكل احنا ما قدرنا نحلها، طبعا احنا خروجنا مو فقط تقييم وعلاج، لا احنا برضو وجودنا عشان اذا في مشكله او اي حاجه بيدنا احنا ممكن نحلها او نقدمها للسكان، حنقدمها، حنرفع التوصيات فقط للامور اللي هي متخرج امكانياتنا، وان شاء الله ما تكون كثير ان شاء الله باذن الله. الله يقويكم دكتور. وطبعا انتم عارفين انه حيكون في باذن الله في هدايا لسكان القريه، وباذن الله باذن الله حنطلع سكان القريه حيكونوا مبسوطين مننا ان شاء الله باذن الله. يا عافيك حبيبي عبد الغامض العلاقات العامه والاعلام صح جدا. اعطينا ايش الحمله هذه على السريع كذا حبيبي. ملتقى مكه الثقافي كيف نكون قدوه مبادره خالد المستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه خالد الفيصل والامير خالد الفيصل. طبعا هذه احد مبادرات صحه جده في انطلاق مساء الخير لاهل الخير، انها مبادره من صحه جده مع الجمعيات الخيريه اللي موجوده لانطلاق القرى النائيه للمسح السكاني لتلمس حاجاتهم الطبيه باذن الله على ارض الواقع. شكرا والاجتماعيه ان شاء الله باذن الله. استاذ عبد الواحد المرعش، فين رايحين استاذ عبد الواحد الحين؟ رايحين المركز الصحي للكليه. كليه ايوه، وناخذ العياده المتنقله ونروح هي قربه. حي قربه ولا قريه؟ لا قريه قربه. قريه قربه. قريه قربه. نزور الاحياء هناك ونزور السكان ونشوف احتياجاتهم الصحيه والاجتماعيه. والاجتماعيه باذن الله. يعطيك العافيه. ومعانا من جمعيه المتقاعدين الدكتور جبلاوي والاستاذ بهميم. محمد بهميم. الواحد ايش هي المناطق هذه؟ هذا حي كليه. اها. هذا حي كليه. هذه مزارعهم؟ هذه المزارع حقتهم، هذا المدرسه هنا عندك. ايش اكثر زراعتهم على ايش يعتمدوا؟ على الزراعه بشكل عام، النخيل. نخيل وخضروات؟ خضروات. انت من اهل هذه قريه كليه؟ هذه قريه كليه. هذه بيوتها؟ هذه البيوت، البيوت الشعبيه. هذه العياده المتنقله؟ ايوه. هذا المركز. هذا المركز الصحي. هذا العياده الحين بناخذها نوديها حي قربه. حي قربه من كليه. يعطيكم العافيه. الله يقويكم. نحن الان فين؟ العياده المتنقله. المتنقله. ايش اللي تقدموا الخدمات فيها؟ فحص اولي، يعني للسكر للضغط. نكشف على مثلا بما اني انا جلديه، اكشف على جلديه نفسها. الجلديه. اي. دكتوره؟ ممرضه. ايوه. الممرضه احنا هنا عندنا. اسمك؟ امل. امل. نرجعي من اداره الطوارئ، احنا عندنا هنا عياده فحص اولي ضغط سكر، نشوف المريض لو احتاج العنايه الطبيه، لو احتاج الادويه الاوليه كمان، كحه، سخونه، حراره زي كذا. انتم العياده هذه من فين؟ عياده من اداره الطوارئ طبعا. مديريه. اداره الطوارئ مديريه شؤون صحيه، يعني جاي من جده انتم؟ من جده. من جده. يعطيك العافيه. الله يسلمك. نكون هنا في اي منطقه. شوف كيف تفضل ايش الاحياء المحتاجه. المكان هنا عندي اليوم. ايوه كل يوم هذه نقطه ثابته. طيب هذه نقطه ثابته يوميه. يوميه من الساعه 7 من الصباح تكون من الساعه 11 الى الساعه 11 الى الساعه 11 هذه حقيقه. هذا لازم محضر له محتاج يعني تدخل جراحه. نقرا مع سوا. لك العافيه. بارك الله فيك.